تستقبل الجزائر ضيوفا من عدة دول عربية وأجنبية بمطار هوري بومدين الدولي إحياء لفعاليات مهرجان بيتزا أند باستا دايز في طبعته الأولى. المهرجان ينطلق غدا بمنتزه صبلات بالعاصمة. التغطية كانت لزميلة رونق خنفر. مرحبا بالجميع، نشكركم على حسن الاستقبال. من لحظة انطلقنا من روما كانت الرحلة ممتعة وجميلة. في وقت سريع وصلنا إلى هذه الأرض الطيبة. نشكركم على حسن الاستقبال. سنشارك في مهرجان بيتزا أند باستا دايز. نتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس جمعية البيتزا في تونس والشاف محمد الأمين منظم المهرجان هنا في الجزائر. نتمنى أن تكون تجربة ثرية وإعطاء الإضافة المرجوة. توا موجودين الحمد لله في الجزائر، صار جينا على فواياج باهي، ما كانش كان ممتع مشى يعني بيه، كانت الرحله ممتعه. وباش نحتفلوا بمهرجان بيتزا اند باستا دايز في منتزه الصبليات بالجزائر، نحس روحي في بلادي، عيب نحس روحي في تونس. وجدت اناسا طيبين وانا انتظر لحظه انطلاق المهرجان وصنع الكثير من البيتزا ونقل معارف خاصه في صنع العجين. نحن سعداء جدا، نشكركم مرة أخرى على حسن الاستقبال، وأتوجه بالشكر إلى جميع الجزائريين. أنا ديما نجي الجزائر يعني بلادنا معناتها خاوة. الفستيفال تعرف نخدموا عليه احنا والشيف محمد أمين، بالمناسبة معناتها نشكره برشا، نخدموا عليه عندنا صافي 4 مواع تويك. نحاولوا نقدموا ناس كل مع بعضنا، فهمتني؟ هما جاوا برشا جزائريين، معناتها جاوا عملوا عندنا في ديكور دو فورماسيون، وقدموا يعني قدموا نيفو طلع معناتها نتاع مستوى البيتزا في الجزائر. بيتزا باستا دي، اتمنى ان تكون المشاركه على احسن وجه. نستطيع ان نصنع الكثير من البيتزا وتكوين ثلة من المشاركين وتعليمهم الطرق الايطاليه لصناعه البيتزا. La manifestazione